اليوم تجار سوق الخشب كيقوموا بواحد وقفه احتجاجيه تنديدا بحكام قضائيه جرات ثلاثه ديال التجار ديال السوق اللي متواجدين في سوق الخشب. سوق الخشب كيتواجد في شارع محمد السادس، ملتقى شارع محمد السادس مع شارع ابا شعيب الدكري. هاد التجار في واحد المرحله 1900 قبل 1980 كانوا كيتواجدوا بقرب القصر العامر، ومن اجل التوسعه ديالو قام الحسن الثاني رحمه الله بالترحيل ديالهم من جوانب القصر لهذه المنطقه هذه. بطبيعه الحال بتنظيم من طرف السلطات المعنيه كمجلس الجماعه وسميتو ومجلس المدينه، ولا ما كانش ديك الساعه مجلس المدينه، المهم على العماله ديال الدار البيضاء الكبرى. هاد الناس ترحلوا لهنا، كانت ارض عاريه، السلطات قسمتها لهم، بناوها من مالهم الخاص، زودوها بالماء والكهرباء من مالهم الخاص كذلك. بداوا في ممارسة النشاط ديالهم التجاري سنة 1983. في هذه المرحلة الجماعة أو السلطات بدات كتستخلص واحد السومة كرائية ديال من عند التجار. بقينا عاديين، كنتوفروا على الرخص ديالنا، عندنا لي سجل التجارية، كاين كاع الشركات اللي كتقوم باستيراد وتوزيع الحديد والخشب، والناس كتمارس التجارة ويعتبر تقريبا من أكبر الأسواق الدار البيضاء ديال هاد المواد الحديد والخشب والجليج والى غير ذلك، ومعروف على الصعيد الوطني. المهم بقينا 2000، السلطات ما بقاش كتستخلص منا واجبات الكراء. 2001 ظهر واحد الملك، كيدعي بلي انه هاد الارض ديالو وبلي راه حنا محتلينها ليه بدون سند قانوني. رفع علينا دعوى ديال الاحتلال بدون سند، ربحنا واحد 26 ملف، خسرنا ثلاثه الملفات هما دابا اللي وقع فيهم الافراغ، وكنساندوا حنا وكان ازروا هاد التجار اللي وقع لهم هادشي. اللي ما فهمناش انه حنا ما عندنا علاقه، حنا لسنا بمحتلين. مادام الدوله او السلطات دارت قرار اداري ودارت قرارات على مستوى نزع الملكيه وحولاتنا، ومن بعد ولات كتستخلص سومات كرائيه، حنا راه ضحايا ديال ما فهمتش واش ضحايا الاداره ولا ديال هاد لوبيات العقار اللي جاو. ويعني بحال قلتي لقينا انه هاد العقار خداه بواحد الثمن بخس، 25000 متر تقريبا بحال بواحد 4 مليون درهم، يعني ما شنقول لك 10 دراهم للمتر ولا شحال هذيك. المهم داخل في ديك في النطاق ديال دوك لوبيات العقار اللي كياخذوا العقارات اللي فيهم مشاكل وفيهم شي حاجه وكيحاولوا يشوفوا كيفاش يديروا لهم وكيبيعهم من بعد بتأثمينة خياليه. في 83 كان هذا، كنا هنا في القريعه، حنا اللي كنا في القريعه 83 كنا هنا في القريعه ملي داز هذا الشارع هذا ديال شارع شعيب الدكالي، حولونا هنا السلطات اللي حولونا. السلطات راه عارفه كل شيء، السلطات راه كدور الصباح وعشيه وعارفه انا، عارفه انا 40 سنه وهي عارفه انا، السلطات راه عارفه انا. احنا واقفين هنا ديما، واقفين هنا دايرين الوقفه هنا حتى يتحل المشكل، يتحل المشكل. احنا يعطيونا حاجه، يعوضونا حاجه مزيانه اللي غادي دارنا ونوافقوا، موافقين مجموعين ونكونوا مجموعين، نمشيو لبلاصه وحده مجموعين. هاد الناس ما كيطلبوا حتى حاجه، كيطلبوا حتى حاجه، كيطلبوا البديل عاد يسلموا سالمين هما. عطيونا موقع زوين ومرحبا ومرحبا ونمشيو ليه، كلشي يعيش. راه كاين اللي ما عندوش شبيكه راه علاش يمشي هنا، راه طال معاش وعايشين هنا، مالين المحلات عايشين هنا، ماشي لاحقين ومحطوطين، ماشي لاحقين ومحطوطين، راه كيبيعوا ويشريوا عندهم التجاره ديال برا. و83 ملي كانوا مالي الله في راي هنا سوق الدبان كانوا الحجامه كيحسنوا بالموس هذيك الساعه. انا راه هنايا لا ترحيل هي لا كان شي موقع زوين موافق عليه، وان يكون شي موقع مزيان شي طرانجي اللي زوين وكلشي يتروج وكلشي ياكل خبز.